مؤشر من حيث كم العروض ومن حيث الاهتمام بالتركيز في العمل المسرحي. ابتدى يقل بدرجات متفاوتة. يمكن المسرح القومي ظل إلى فترة طويلة محافظ على مستواه وعلى الرصانة وعلى الإتقان. أنت مش بتقول العساكر اللي مضايقها مش الحرب والغارات، إنما المشاكل الصغار اللي سابوها هناك؟ وحتكون حالة العسكري إيه لو حس إنه سايب أهله في خراب ودمار؟ كل اللي إحنا عايزينه إنهم ما يحسوش إن في فجوة بيننا وبينهم، ويحسوا إن إحنا معاهم بقلوبنا. ده قطع لازم قطع. أثناء نكسة 67 كان وقتها الغارات بتتم على مصر، فكان المسرح بيقدم عروضه بالنهار. إذن في كل المواقف المسرح القومي موجود، موجود ومساند بشدة للدولة المصرية. لو حبينا نقدم مسرحية نقول للناس فيها إيه؟ يا عم عبدالهم إيه؟ تقول لهم ولا يهمكم، مصر باقية باقية، مصر من الدنيا بيه. جدع والله يا وادي عبد، والله العظيم جدع. فعلا فكرة. مصر باقية، مصر أم الدنيا، مفيش فايدة كان غيرهم أشطر. مصر اللي بقالها أكتر من مليون سنة وهتفضل لغاية آخر يوم في العالم. في 73 المسرح قدم مجموعة من الروايات التي تدعم نصر أكتوبر المجيد وتؤيد جيش مصر العظيم. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.